الله الرحمن الرحيم يريد أن يمن الله على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم الوارثين. الدب 15/7/2011 هاي هو الهدف. 2011 جامعة حسن أبي وقاص مع انتهاء الشيخ محمد سميع من الخطبة. دخل رجال حفظ الأمن وشبيحة النظام إلى مسجد سعد بن أبي وقاص القاطم في حي الثورة، وقد ضربوا الناس بالهروات وفي الرصاص الحي والمصاطي. هاي جامعة سعد بن أبي وقاص مدينة كذب. الشهيد من بيت إدريسة. قدم من بيت إدريسة 15/7/2011 مدينة إدلب. جمعت هاي المسيرة هنيك، هنيك المسيرة صارت هلا. جمعت ثلاث معتقلين.